من الجزء ده او الملف ده خلينا نروح لملف اخر، ومؤمن زكريا اللي اصبح بصراحه يعني مش مجرد هنا لاعب بنتكلم عند الجميع، لا هو ولا موضوع بيلعب كمان في نادي ايه يا كريم، هو الفكره هنا ان هو جمع حقيقي قلوب كل المصريين علشان يدعوا له بالشفاء وانه يرجع تاني للملاعب كمان افضل من الاول، ويمكن ده شفناه من جميع لعيبه الدوري المصري كمان، ومحمد صلاح تحديدا امبارح بعد هدفه الاخير في اولى مباريات ليفربول في الدوري الانجليزي. خلينا نشوف احسن بدل ما نقعد نتكلم ونرجع نكمل مع حضراتكم. امبارح كانت أول جولة في الدوري الإنجليزي، والحقيقة شهدت تألق ملحوظ لمحمد صلاح مع ليفربول وتسجيله لهاتريك في شباك ليدز يونايتد، وكمان النني هو كمان تألق في مباراته مع أرسنال اللي فاز فيها على فولهام 3-0. وبمناسبة كلامنا عن مؤمن زكريا امبارح، طبعا محمد صلاح احتفل يعني بلقطة جميلة جدا جدا الحقيقة منه، حركة مؤمن سليمان الشهيرة في رسالة بتقول إن كلنا معاك، وطبعا دي الروح الجميلة المتوقعة بين اللعيبة الكبار. كمان حساب ليفربول كتب وتمنى الشفاء للاعب، وبدوره علق حساب النادي الأهلي بصورة صلاح وكتب الوجه المشرق للرياضة. فطبعا حاجة جميلة جدا، وكانت لقطة لطيفة جدا، كل محبي وكل عشاق يعني محمد صلاح كانوا الحقيقة امبارح في حالة نشوة بعد التاتش البسيط ده، بس فعلا حاجات رفيعة بس يعني بتفسر لك ان على رغم البعد المسافات لكن اللي في القلب في القلب، واللعيبه الكبار دي نوع مشاعرهم ونفسياتهم تجاه بعض. انا بتفق معاك جدا، لبسه كانت اكتر من رائعه، وانا هتكلم هنا تحديدا كمان على لعيبه الاهلي، وفكره هنا الواحد مش بس بينتمي لنادي، هو بينتمي لنادي وفي نفس الوقت بيحس بتقدير من هذا النادي، واعتقد دي اكبر رساله كانت وجهتها عشان تعبر عن اللي احنا بنقوله ده النادي الاهلي واللي دايما بيعمله علشان اي لاعب ليه. فانا اعتقد دي حاجه او دي روح موجوده، ويمكن كمان في قناه الاهلي الروح دي موجوده، في شيء بينتمي للأهلي أعتقد الروح دي فيه أو موجودة فعلا عنده. خلينا بقى نروح مع حضراتكم برضو للقطة مهمة، والصورة هنا بيقولوا